تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج إنهم يمرقون كما يمرق السهم من الرمية بأنهم كفار، وقوله لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، هل يدل هذا أيضا على أنهم كفار لأن قوم عاد كفار؟ نعم، يظهر هذا والله أعلم. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم الكفر الأكبر، والبعض الآخر يرى أنهم غير كفار وأنهم ضلال وأهل ضلال والعياذ بالله، ولا يكفرونهم. والمروق من الدين يختلف، قد يكون مروق كفر وقد يكون مروق فسق دون الكفر. نعم. وأما قتل الخوارج قد يكون قتلهم لأجل كفرهم كما يقتل الكافر، وقد يكون قتلهم من أجل إفسادهم في الأرض، من أجل إفسادهم في الأرض كفاً لشرهم. نعم.